بسم الله الرحمن الرحيم، ونرحب بكل من يتابع ويشاهد قناة نادي أبو ظبي الدولي للرياضات البحرية على اليوتيوب. طبعا الآن نحن معكم على موعد مع تفاصيل المرحلة الثانية من الجولة الأولى لبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، والتي تقام على شاطئ الحديريات بمشاركة جميلة ورائعة لأكثر من 40 متسابق يتوزعون على فئات البطولة الثمانية. طبعا لاحقا سوف نتكلم بشكل أكثر تفصيل عن الفئات، ولكن نركز الآن على بعض التفاصيل الفنية حول المسابقة. السباق اليوم مثل ما نشوف الصورة، هذا هو خط النهاية وهذا هو مسار السباق. كنا نقول بأن السباق اليوم يقام في هذه المنطقة الجميلة شاطئ الحديريات، و بتنظيم من نادي أبو ظبي الدولي للرياضات البحرية. كل الشكر لإدارة شاطئ الحديريات للتعاون المثمر مع النادي في تنظيم هذه البطولة. عمر راشد أحد الأبطال في الصورة كما نشاهد، و يستعد من أجل المشاركة. عمر اليوم شارك في سكي جي بي موتو 1 وأحرز المركز الثالث في الصباح الباكر. بعد قليل كان لنا حوار معه، سنقول بعد قليل ما أفصح عنه في المرحلة الصباحية. على كل حال، من المفترض اليوم أن يقام 8 فئات، ولكن تم تقليلها إلى 7 فئات بعد عدم اكتمال العدد القانوني في فئة العمالقة أو كبار المتسابقين. هذا هو المشهد لهذه المنطقة الساحرة والجميلة هنا على شاطئ الحديريات. الجولة الأولى تنطلق بعد انقطاع طويل للمنافسة، تنطلق مرة أخرى وينطلق الموسم الجميل والمحبب للدراجات المائية لهذه البطولة للأبطال والفرسان عبر المنافسة. ستيفن دولياك على الدراجة رقم 100، إحدى الفئات المشاركة اليوم. طبعا الفئة الأولى اللي راح تنطلق الآن هي فئة واقف ديفيجن جي بي 1 سكي ديفيجن جي بي 1. هذه الفئة تم تخصيص 15 دقيقة لها كمدة زمنية بالإضافة إلى دورة البداية. هنا نشاهد الاستعداد والتجهيز من أجل السباق الأول في المرحلة الثانية. طبعا كانت في مرحلة صباحية اليوم أقيمت في الصباح الباكر، ومن خلالها ستيفن دولياك حقق المركز الأول، وسلطان عيسى ستيفن دولياك من فرنسا، سلطان عيسى الحمادي من الإمارات المركز الثاني، وعمر عبد الله راشد من الإمارات في المركز الثالث، سلمان العوضي في المركز الرابع من الإمارات. وأيضا مشاركة جميلة لهذا المتسابق بثلاث دراجات اليوم في 3 فئات نتكلم عنها في الحين. كما نشاهد اللوحة الجميلة للحديريات هنا، والأجواء اليوم قد تكون حارة بعض الشيء، ولكن يعني نسمة الرياح تخفي أي حرارة في هذا المكان. موعدنا في الانطلاقة سيكون في تمام 2:30 كما حددت اللجنة المنظمة مسبقا. جولة اليوم هي بداية حصد النقاط للموسم، وهي بداية جمع الرصيد الكافي من أجل الوصول إلى ألقاب البطولة لموسم 2021. هذه إحدى الدراجات المشاركة من فريق الشارقة. طبعا بعد مشاركة جميلة للفرق الرياضية اليوم في المنافسة. نوجه عناية مشاهدينا أن السباق ينقل والحضور أيضا على قناة نادي أبو ظبي الدولي للرياضات البحرية على اليوتيوب، قناة أديمسك ADIMSC على اليوتيوب، تنقل الحدث مباشرة والذي يصل لكل أنحاء العالم اليوم. مثل ما أشوف الصورة أيضا تعديل الدراجات الأخير وسحب الدراجة، أعتقد أن هذه الدراجة يمكن فيها عطل لأن الظاهر تسحب خارج المياه، أو دعونا نشاهد ونراقب اللي حاصل.
دراجة رقم 6 هي لسلمى سالم اليافعي، وهي ما تشارك في هذه الفئة بالمناسبة، راح تشارك في الفئة الثانية بعدين في فئة جالس جي بي 3 بعد قليل. طبعا بالمناسبة سالم أحرز المركز الخامس في الفترة الصباحية، هذا هو سالم على الدراجة رقم 6. ويفترض الآن أن نشاهد انطلاقه لسكي جي بي 1. في انتظار انطلاق المنافسة بعد قليل، هاي الدراجة تعود لإحدى دراجات اللجنة التحكيمية والتي تنتشر بشكل ملائم وجميل في مسار السباق، من أجل أيضا تأمين المنافسة من الناحية التحكيمية، من ناحية الأمن والسلامة، تطبيق القوانين بالنسبة للمشاركين. هذه الاصطفافة، الاصطفافة لتسع دراجات تقريبا، هذا هو ستيفن دوليك يستفيد من إحرازه للمركز الأول في المرحلة الصباحية اليوم بأن ينطلق من المركز الأول أيضا، يعني راح يكون هو الأقرب لبوابة الانطلاقة الأولى. وأيضا أنوه يوجد هناك عبر المسار اليوم سبليت يونت، يعني في أكثر من مدخل للمسار، ففي فرصة نشوف تنافس أكبر بين المشاركين ومحاولات للوصول للمراكز الأولى. هذا هو ستيفن دولياك على الدراجة الرقمية، وبدء المنافسة يعني خلال دقائق من الآن، خمس دقائق تفصلنا بين انطلاق المنافسة وبين أول سباقات اليوم. ننتظر ونتابع معكم. الثواني الأخيرة وبدء العد التنازلي من أجل انطلاق المسابقة وبدء المنافسة ما بين المشاركين. المنافسة تنطلق بعد قليل، وناصر الظاهري مشرف عام السباق، يعني لمحة فنية سريعة قبل بداية السباق. ناصر معنا، ناصر الظاهري مشرف عام السباق، واللي راح يعطينا أيضا نظرة فنية سريعة عن المنافسة وفئات السباق اليوم والتي ستنطلق بعد قليل. ناصر تفضل. مرحبا خالد، طبعا شكرا على الجميع المتسابقين التزامهم بالاجراءات الاحترازيه وتباعد ما بينهم، وايضا شكر ايضا للمتسابقين على مجهودهم. الجو طبعا شوي حار، لكن الحمد لله رب العالمين الفتره الصباحيه كانت جدا جيده، ما فيها اعطال، ما في مشاكل، ولا ايضا فيه اي عقوبات صارمه على المتسابقين. طبعا هذا كله جهد جهيد من المتسابقين، شكرا، هم بروحهم اللي طبعا ينجحون السباق. شكرا. خليك ناصر مع الشغل اللي انت فيه ويعطيك الف عافيه، مشرف عام السباق والذي سيشرف على انطلاق كل السباقات اليوم، فئات السباق السبعه التي تنطلق من 7:30 وتستمر حتى مده ساعتين باذن الله. يعني لو لاحظنا في الصباح كانت هناك أمواج خفيفة بعض الشيء من 3 إلى 4 قدم في المسار من الداخل، وسببت لبعض المتسابقين يعني بعض الأعطال الخفيفة، والآن الحمد لله الأمواج يعني مع انخفاض سرعة الرياح خفت بعض الشيء، وستكون فرصة مواتية أكثر المتسابقين مشاركة في وتقديم خلونا نقول الجهد الأفضل والأميز. يعني مثلا عمر عبد الله راشد في الصباح الباكر في هاي الفئه اللي راح تنطلق الان احرز المركز الثالث، قال لي الصبح انا كنت الاول ولكن احدى المواج يعني تعرضت من خلالها لعطل وتراجعت المركز الثالث. هذه هي الاستعداد، هذا هو
التجهيز لانطلاقة قوية للمشاركين. أي لحظة من الآن سوف نشاهد الانطلاقة. في أي لحظة من الآن سوف نشاهد بداية المنافسة ورحلة الخمسة عشر دقيقة لهذه الفئة. التجهيز الأخير من أجل انطلاق المنافسة. هذا هو أيضا في الصورة سلمان العوض رقم 7، والتعليمات الأخيرة أعتقد من أحد المدربين له. هو بالمناسبة يتدرب على يد والده المتسابق والبطل المعتزل سلمان العوضي رقم 6 أيضا من خلال المشاركة. نعم سلطان أحرز المركز. سلطان يشارك فئتين بالمناسبة، يشارك في هذه الفئة والفئة التي تليها. سلطان عيسى الحمادي. والتعليمات الأخيرة أيضا من قبل والده ومدربها أيضا عيسى الحمادي. سلطان سينطلق من المركز الثاني، ولكن من المركز الأول ينطلق ستيفن دولياك واللي لا يبدو واضحا عندي من هاي الزاوية. و دقائق معدودة على انطلاق هذه الفئة وبدء المنافسة. طبعا نظام الانطلاق في هذه الفئات او في الدراجات المائية يعتمد على الان والاوت. فالان الدراجات اللي على يسار الصوره هي في نظام اللي تدخل مسار من جهه الان او جهه الداخل، وبالتالي لها سبريت معين تنفصل من خلاله في بدايه المسار. اما الدراجات على اليمين واللي بالمناسبه صاحب الدراجه رقم 100 هو صاحب المركز الاول في الصباح الباكر على اليمين، هذه هي الاوت او خارج المسار. فمثل ما وضحنا قبل قليل هناك اكثر من مدخل للسباق وبدء المنافسه. تلتقي كل الدراجات في المسار من الجهه الاخرى، وبالتالي ستكون السرعات عالية جدا في الجهة الأخرى من المسار. طبعا النظام يعتمد على الكثير من القوانين والكثير من اللوائح والإعدادات، وبالتالي يعني المشاركة تتطلب مستوى كبير أيضا من الاحتراف والوعي والدراية بهذه السباقات. يفترض أن نشاهد إشارة الانطلاقة خلال أي لحظة من الآن، والإشارة سيتم إطلاقها من خلال برج المراقبة هنا على شاطئ الحديريات من خلال اللجنة المنظمة للسباق. هذا هو شاطئ الحديريات، ولو نشوف على اليسار كيف الاستمتاع والاسترخاء في هذه الأجواء الطيبة، مع أيضا الحمد لله مراعاة التباعد الاجتماعي، الالتزام بالإجراءات الاحترازية و كل ما يجب أن يتم اتخاذه لمواجهة وتقليل آثار الجائحة التي ألمت بالعالم في الفترة الأخيرة. هذا هو المنظر العام لشاطئ الحديريات. ونعم يعني نسمع من هنا برج المراقبة يشير بالاستعداد للانطلاقة، ويعني صافرة البداية والانطلاقة. من يستطيع أن يتقدم للأمام في البداية؟ أعتقد في مخالفة بسيطة. نعم نعم في مخالفة بسيطة، وبالتالي إعادة الانطلاق مرة أخرى. سلمان العوضي ينطلق الآن أو يعود مرة أخرى إلى خط البداية. يعني قد تكون الحفوز عند بعض المشاركين، قد تكون التوتر اللي موجود أحيانا، انطلاقة غير موفقة ستعاد. ودعونا نرى الآن ما الذي سيحدث. يعني هي ثواني فقط راح تنطلق مرة أخرى، ما في أي وقت يفصل بينهم.
مسافرة أخرى وفي انتظار الانطلاقة القوية التي بدأت الآن على شاطئ الحديريات فئة سكي موتو 1. نعم بدأت الانطلاقة. الانطلاقة الرائعة التي سطرها تقريبا 9 مشاركين ونشاهد الالتفاف على البوابات الهوائية من أجل الوصول للمراكز الأولى مع بداية السباق. يعني هذا هو محاولة الالتفاف في المسار والوصول للمراكز الأولى. وسلمان العوضي في الصورة كما يبدو هو الأقرب. هذا هو المشهد لدخول الدراجات عبر مسار السباق ومحاولة الوصول للمراكز الأولى. سلمان العوض يتمكن من تجاوز خط البداية ليكون في الصدارة الآن. سلمان انطلق من المركز الرابع وتمكن من الوصول للمركز الأول منذ الدورة الأولى. مجهود كبير وقوي لهذا البطل. سلمان العوضي يوفق في تجاوز خط البداية ليتصدر السباق منذ الدورة الأولى. طبعا هي الدورة الأولى لا يكون هناك من خلالها أي أوقات محسوبة، وبالتالي الآن هذه الدورة المحسوبة. سلمان العوضي يتجاوز للمركز الأول، دولياك المركز الثاني، عبد الله راشد في المركز الثالث، وعيسى الحمادي في المركز الرابع إلى الآن، خليه سلاح في المركز الخامس. هذه النتائج حتى الآن، يعني انطلاقة موفقة لسلمان. سلمان بالمناسبة هو الذي تعرض للخطأ في الدوران في البداية وتم إعادة الانطلاقة، وبالتالي الآن هو في المركز الأول، قفز من المركز الرابع ليصل للمركز الأول مع هذه المرحلة. هذا هو سلمان العوضي صاحب الصدارة حتى الآن، ويعني على أكثر تقدير سيكمل المتسابقون 11 دورة إلى 10 دورات من خلال الربع ساعة المخصصة لهم. كما نشاهد ونتابع مشاهدينا الكرام انطلاق أحداث تفاصيل الجولة الأولى. هاو سلمان تجاوز خط البداية الآن مرة أخرى ويحاول الحفاظ على مركزه والصدارة. بالمناسبة هو حصد 11 نقطة في المرحلة الصباحية اليوم، ويسعى لتغيير هذه النقاط والمركز من خلال إنهاء هذه المرحلة، المرحلة الختامية وهو في الصدارة. سباق اليوم يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة النهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة النهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي. سباق يحظى بكل معايير النجاح والتفوق من البداية وحتى النهاية، ونرجو أن تستمر الصورة واللوحة كما هي من خلال المراحل المختلفة. هذا هو مشهد المسار، وينهي الآن سلمان العوضي الدورة الثالثة الخاصة به. يعني سلمان حتى الآن مع مرور 5 دقائق تقريبا استطاع أن يبقى في الصدارة، والأقرب إليه حتى الآن هو ستيفن دولياك الفرنسي، ستيفن دولياك على الدراجة رقم 100 والذي حقق المركز الأول في المرحلة الصباحية اليوم.
هذا هو المشهد الجميل والرائع للحديريات والأجواء اليوم أكثر من رائع من خلال هذه المنافسة. بالمناسبة يعني قد تكون هذه هي الجولة الأولى لموسم الدراجات المائية الحالي، ولكن بالنسبة للموسم ككل فقد بدأ منذ شهر أكتوبر الماضي، وكانت هناك العديد من السباقات المتنوعة والتي نظمها النادي البحري هنا في إمارة أبوظبي. موسم جاء بعد توقف طال لأكثر من 8 أشهر منذ شهر مارس وحتى أكتوبر. عادت الرياضات البحرية وبقوة، وانتعشت الحياة مرة أخرى في كل البحار والشواطئ هنا. نبقى معكم حتى الآن، ولا يزال سلمان العوضي في المركز الأول من خلال المنافسة، و11 دقيقة بقت على أحداث انتهاء هذه الفئة. هذا هو سلمان العوضي كما نشاهد، والذي لا يزال في المركز الأول حتى الآن من خلال المنافسة. يعني بالذات بالنسبة لسلمان الوضع مختلف عن بقية المشاركين، هذا البطل مختلف عن البقية لأنه يشارك بثلاث دراجات من خلال المسابقة. يعني بالتالي اليوم عليه جهد كبير، تركيز كبير، أكثر من فئة وأكثر من إعداد وأكثر من مسار يرسم في عقل هذا المتسابق من خلال المنافسة، وبالتالي نوجه له كل التحية لهذا الإصرار والجهد الجميل والإيجابي في المشاركة. طبعا قوانين البطولة تسمح لأي متسابق بالمشاركة بأكثر من فئة وأكثر من دراجة. تمر الدورات وسلمان في المركز الأول مثل ما نشوف على يسار الصورة، 5 دورات حتى الآن أنجزها سلمان العوضي عبر مسار السباق، ويعني خلونا نقول تقريبا انتهت نصف المدة الزمنية المخصصة لهذه الفئة عبر المسابقة. طبعا سلمان والد يونس هو المدرب والأب والصديق لهذا البطل، ونتذكر أيضا أن سبق له الفوز ببطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، بطولة العالم في تايلند وبطولة أوروبا في السنوات الأربع الأخيرة، ويبقى مرشح دائم للتتويج في البطولات. يعني تقريبا اللي حافظ على المستوى الفني حق كل المشاركين ايضا في الفتره الماضيه هو التدريبات والتمارين المختلفه. الدراجات المائيه محتاجه لياقه كبيره، تحتاج الكثير من الصبر، تحتاج الكثير ايضا من الجهد، وبالتالي التدريبات المستمره والتي لمسناها من خلال الشهور الماضيه في معسكرات تدريبيه يقوم بها المتسابقون لانفسهم لعبت دورا كبيرا من خلال التحدي. ها سلمان كمان نشوف الصورة يتجاوز خط النهاية مرة أخرى من خلال المنافسة. مثل ما نشوف نتابع معكم يعني المنافسة، قد تقريبا أعتقد أن سلمان حسمها بنسبة ضئيلة لأن وراء ستيفن بفارق ثانية وأربعمائة جزء من الثانية. يعني أي زلة أو أي تراجع أو أي تهاون من قبل سلمان راح نشوف ستيفن في المركز الأول. عمر عبد الله راشد يبتعد عنهم ب 11 ثانية، مسافة كبيرة بعض الشيء.
فهي ثواني أصلا مش كبيرة في عالم سباقات السرعة، ولكن قراءة السباق الآن تشير إلى أن السباق أو المنافسة أو اللقب محصور ما بين سلمان وستيفن إلى الآن. بالمناسبة حتى لو سلمان أحرز المركز الأول في هذه المرحلة ما راح يكون الأول عن المحصلة العامة لهذا اليوم، لأن أحرز المركز الرابع في الصباح الباكر. نذكر بأن السباق ينقل بشكل مباشر على قناة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على اليوتيوب، والفرصة متاحة لمن يحب أن يشاهد السباق على الشبكة العنكبوتية من خلال قناة اليوتيوب على موقع الأدمسك. إلى الآن سلمان العوضي في المركز الأول، والله تقلص الوقت بينه وبين دولياك، صار 700 جزء من الثانية. دولياك قريب جدا من سلمان في هذه المرحلة. نعم حتى الآن انقضت 8 دورات، ويعني تبقى تقريبا 3 دقائق على نهاية أحداث هذه الفئة. دولياك الآن تمكن من التقدم للمركز الأول، ستيفن دولياك يتقدم للمركز الأول ويتراجع سلمان العوضي للمركز الثاني. يعني حدث ما كنا نتوقعه أن المنافسة ستكون محصورة بين هذه الأسماء فقط، وبالتالي دولياك ينتزع الصدارة من سلمان بعد ما استمر 8 دورات كاملة في الصدارة، ولكن يعني تفوق دولياك في الدورة التاسعة ليتصدر السباق الآن. طبعا في حال استمرت النتائج مثل ما هي، دولياك بكل تأكيد سيتوج بلقب السباق اليوم، سيحرز أول 50 نقطة في الجولة الأولى، خاصة أنه صاحب المركز الأول في الصباح الباكر. دولياك يعني بصراحة في إحدى البوابات أو المراحل من خلال السباق تمكن دولياك من الوصول للمركز الأول وتجاوز سلمان العوضي. يعني الآن المسافة ما بين سلمان ويونس أصبحت العكس، صارت 4 ثواني بين سلمان ودولياك، 4 ثواني، بعد أن كان يعني العكس ثانيتين بين ستيفن وسلمان، أصبح الآن العكس تماماً. ولكن مثل ما أشرنا مسبقاً أيضاً سلمان يشارك في 3 فئات اليوم، وبالتالي مجهود كبير على هذا البطل هذا المتسابق من خلال المنافسة. دولياك الآن قطع 10 دورات عبر السباق، وفي طريقه تقريباً بقي 1 دقيقة على نهاية السباق. بعد هذه الدقيقة سيكون هناك دورة أخيرة مع رفع العلم الأبيض، وبالتالي العلم الشطرنجي لاحقا. هذا هو دولياك، ستيفن دولياك على الدراجة رقم 100. ستيفن يوقف الصدارة حتى الآن، وتقريبا يعني نصف دقيقة وتنتهي هذه المرحلة. يعني العلم الأبيض راح يرفع الآن في أي لحظة، العلم الأبيض سيرفع في أي لحظة، ومعنى العلم الأبيض هو تبقي ساعة واحدة فقط على نهاية السباق. White flag now will be raised, ladies and gentlemen, and it will be only one lap more to finish this race.
العلم الأبيض سيرفع الآن أعزائي المشاهدين، وبالتالي تبقي دورة واحدة فقط على نهاية أحداث المنافسة والتحدي. فئة سكي جي بي 1 تفصح عن أبطالها الآن مع الدورة الأخيرة بعد قليل. دولياك لا يزال في المركز الأول إلى الآن، وها هو العلم الأبيض يرفع الآن، علم أبيض يرفع الآن لستيفان دولياك. العلم الأبيض رفع الآن لستيفان دولياك عبر المنافسة، ودورة واحدة فقط بقيت لانتهاء أحداث السباق. يعني في أي لحظة الآن هذه الدورة الأخيرة، أي لحظة من الآن سوف يتجاوز ستيفان دولياك خط النهاية ويتوج بالمركز الأول في المنافسة. ستيفان دولياك بطل فئة سكي جي بي 1 في المركز الأول. ألف مبروك ستيفان، congratulations to ستيفان دولياك. He finished the Moto of Ski GB1 Moto 2 in first place. So the winner in Ski GB1 today is Stephen Dolyak. He finished first morning, finished first now. 50 points to this is champ. Congratulations again. في المركز الثاني سلمان العواضي. حل في المركز الثاني سلمان العواضي، وفي المركز الثالث ستة عيسى الحمادي. عمر عبد الله راشد في المركز الرابع. هذه النتائج حتى الآن من خلال هذه الفئة. دولياك في المركز الأول، العواضي في المركز الثاني، عيسى الحمادي الثالث، وعبد الله راشد في المركز الرابع. مبروك للفائزين والأوائل. نبقى معكم مشاهدينا وفي انتظار المرحلة التالية والتي ستنطلق بعد قليل، و فئة رونباوت جي بي 3. يعني لو تحدثنا عن الفئة الماضية بس تلخيص سريع، سلمان انطلق من المركز الرابع، استطاع من خلال زاوية الإن الوصول للمركز الأول والصدارة، تصدر السباق حتى الدورة الثامنة، بقي في الصدارة يصامد حتى الدورة الثامنة، ولكن للأسف لم يوفق في إكمال السباق أو لم يوفق في الحفاظ على الصدارة. انتزع منه دولياك صدارة السباق في الدورة التاسعة، ويعني حتى الدورة 13 تمكن دولياك من إحراز المركز الأول والعواضي في المركز الثاني. بكل تأكيد يعني في أيضا حسبة معينة من النقاط تقوم بها اللجنة التحكيمية لتحديد الفائزين من الصباح الباكر، والآن يتم جمع الجولتين، جولة الصباح الباكر وجولة الآن للوصول إلى هوية الفائز. نطوي صفحة الفئة الماضية و نتطلع الآن وبكل شغف إلى الفئة التي تليها، فئة رونباوت جي بي 3، فئة جالس جي بي 3 والتي ستنطلق بعد قليل. فئة جالس جي بي 3 ستنطلق بعد قليل. و
في هذه الصباح الباكر عبد الله الحمادي احرز المركز الاول، حل في المركز الثاني عامر حوير، في المركز الثالث خالد الزرعوني، جميعهم من الامارات وجميعهم اجيال شابه تشارك من خلال البطوله واسماء لامعه وقويه تبرز من خلال المنافسه. هذه هي الاصطفاف لفئه جالس رون اباوت 3، جالس رون اباوت جي بي 3. ننتظر اشاره اللجنه المنظمه وانطلاق السباق في اي لحظه من الان. انطلق السباق وانطلقت هذه الفئة بقوة الآن عبر المشاركين، ورائعة هذه اللقطة جميلة جدا. شوف التقدم، شوف التقدم على يسار الصورة للدراجات في الصدارة ومحاولة الوصول للأمام وتقريبا انفراد بالصدارة لأحد الدراجات الذي انطلق من زاوية الإن، أيضا زاوية الإن انطلاقة قوية ودخول لمسار السباق. وصاحب الدراجة يا ريت بس نشوف رقمه عن قرب. نعم، رقم 70 خالد الزرعوني كان في المركز الثالث، تقدم إلى المركز الأول الآن. خالد الزرعوني شارك هذا الموسم المرة الأولى في السباقات البحرية الخاصة بالدراجات المائية، وأداء جميل جدا من هذا المتسابق. خالد الزرعوني انطلق اليوم من المركز الثالث قبل قليل وتمكن من الوصول للمركز الأول عبر المنافسة، يعني تصدر السباق حتى الآن. ودوما ما نقول الدورة الأولى لا يوجد فيها أي أزمنة أو نتائج محددة، يعني هي دورة من أجل الدخول للمسار، وبعد ذلك تجاوز خط النهاية المرة الثانية أو العلم الشطرنجي أو البوية الشطرنجية يبدأ من خلالها احتساب دورات السباق. أيضا هذه الفئة تم تخصيص ربع ساعة لها من خلال السباق وإمكانية واحتمال الوصول إلى من 10 إلى 13 دورة. وخالد الزرعوني مثل ما شاهدنا، ونعم خالد الآن استطاع جوز بوابة العبور الأولى أو البوابة الشطرنجية، استطاع تجاوزها و إعلان الدورة الأولى دقيقة أو ثانية 400 جزء الثانية بينه وبين عامر حوير. أيضا عامر انطلق في المركز الثاني وظل في المركز الثاني، ولكن الحمادي عبد الله انطلق في المركز الأول وتراجع إلى المركز الرابع الآن. تراجع عبد الله الحمادي بعد أن كان قد انطلق في المركز الأول إلى المركز الرابع. يعني تقريبا حتى هذه الفئة أيضا تشهد إثارة قوية من خلال تغير نتائج منذ الانطلاقة الأولى ومنذ البداية. يعني خالد انطلق من المركز الثالث ولكن وصل للصدارة، يعني ما كان في مكان قريب من البوية عشان قلنا كان الأولوية، لا هنا قد تكون السرعة والجرأة أيضا لها دور، لها حكم في تحديد المراكز الأولى. هذا هو 17 عام برحوير، عامر حوير كما نشاهد في الصورة. نعم هذا هو عامر، أحد الوجوه الشابة في البطولة، بطولة الإمارات للدراجات المائية، بطولة الإمارات الدولية التي الآن هي تمتلك أيضا تصنيف دولي ضمن الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، بطولة معترف بها دوليا، يؤخذ بنتائجها كي تكون ضمن التصنيف العالمي للأبطال. وهذه البطولة قصتها يعني لا تروى في سطور، لا تروى في ساعات، قصة جميلة جدا لهذه البطولة والتي أهدت للإمارات الكثير من الأبطال على مدار السنوات الماضية. أبطال كثر خرجوا من عباءة هذه البطولة ليصلوا للعالمية في السنين الماضية، في 30 سنة الماضية بالتحديد تقريبا، الكثير والكثير من الأبطال وصلوا للبطولات العالمية، حملوا علم الوطن في كل أنحاء العالم، أسماء كثيرة، يعني ما نبغى نظلم حد
بذكر أسماء معينة، لأن عندنا الكثير والكثير من الأبطال في الدراجات المائية. هذا هو خالد الزرعوني ولا يزال في الصدارة حتى الآن. ونستعرض معكم رسميا نتائج السكي جي بي 1 النهائية والتي أقيمت قبل قليل. المركز الأول ستيفان دولياك 50 نقطة، سلطان الحمادي المركز الثاني و 36 نقطة، سلمان العوضي المركز الثالث 33 نقطة. ألف مبروك للأوائل، وهي أسماء الفائزين حتى الآن من خلال المرحلة أو السباق الماضي. نتابع معكم الآن المنافسة، وزادت المسافة ما بين خالد الزرعوني وعامر حوير، زادت صارت 4.8 جزء من الثاني، يعني تقريبا 5 ثواني. استطاع خالد الزرعوني أن يزيد ويوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه. طبعا في المركز الثالث من خلال هذه الفئة حتى الآن بعيد بعض الشيء، بعيد يعني عنهم 43 جمال علي. جمال علي في المركز الثالث وبعيد قريب عنهم 10 ثواني تقريبا. بس جمال اللي حاليا في المركز الثالث انطلق من المركز السادس في السباق، صاحب الدراجة رقم 43 جمال علي الجناحي انطلق من المركز السادس، وفي لغز أيضا، يعني أشوف أن عبد الله الحمادي على الدراجة رقم 11 تراجع المركز الخامس، تراجع وايد يعني بعد ما كان صاحب المركز الأول وأحرز الرقم اليوم بشكل غير مفهوم يتراجع للخلف. لا نعلم هل خرج هذا المتسابق بسبب عطل ما أو تراجع بسبب عطل أيضا، كل شيء جائز وارد. حتى الآن رحلة السباق مستمرة، وقطعت الدراجات إلى الآن 4 دورات تقريبا من عمر السباق. خالد الزرعوني لا يزال في المركز الأول حتى الآن، ووسع الفارق أكثر ليصل إلى 5.7 ثواني. هو المشهد العام لمسار السباق. درجة الحرارة الآن تصل إلى تقريبا 36 درجة، وبشكل عام الأجواء طيبة وجميلة من خلال إقامة السباق والمنافسة. من نشاهده في الصورة هذا هو خليفة المرزوقي على الدراجة رقم 7، نعم، وهو حتى الآن صاحب مركز الخامس في السباق. 9 دراجات شارك في هذه الفئة، ولكن انسحبت دراجة واحدة من المنافسة وهي لفهد البلوشي لتكمل 8 دراجات فقط المنافسة. هذا مثل ما نشوف ونتابع مشهد السباق ومنظر المنافسة القوية. اليوم مثل ما ذكرنا من بعد انتهاء هذه الفئة سيكون قد بقي أمامنا 5 فئات أخرى، 5 فئات أخرى ترسم المنافسة والتحدي من خلال السباق. دخلنا في الدورة السادسة ولا جديد، يعني إلا أن خالد الزرعوني صاحب الصدارة قد تمكن من صنع فارق أكبر ما بينه وبين منافسه من الخلف عامر حوير، وصل الآن إلى 7 ثواني almost 7 ثواني. نعم، so we are now watching the
UAE International Aquabike Championship. This race is the first race or the first round during this season in 2021, and today we have more than 40 drivers, more than 40 bikes in 7 series here in this race. The race of today is held on in Al-Hadariyat Beach, which is a very such a nice place and wonderful also venue here in Abu Dhabi. We are now watching this race, the second race for today, run about GB3 in Moto2. Until now, Khalid Al-Marzouqi or Khalid Al-Zarouni in first place, second Amr Hweir, and third Jamal Al-Jarrah. We still have more like 5 minutes to finish this series, and later on we will go to the next one on our schedule today, which is will start like after 10 minutes. It will be the Ski Division GB2. Ski Division GB2, let's watch and interest the race now. يعني الفارق ايضا زاد اكثر باكثر من 8 ثواني ما بين المتسابقين ما بين الزرعوني في الصداره وما بين عامر حوير. بالمناسبه عامر حوير احرز المركز الثاني في صباح اليوم وقد يستفيد اكثر في حال استمر الوضع على ما هو عليه. يعني ما نبغى نسبق الاحداث ولكن دعونا يعني نشوف حسبة النقاط. عامر في الصباح الباكر عنده 20 نقطة. الآن لو استمر الوضع على ما هو عليه سيصل للنقطة رقم 40. بالنسبة لخالد الزرعوني عنده 16 نقطة في الصباح الباكر. ولو حدث وأنهى السباق الآن في المركز الأول فسيحرز 25 نقطة. أي يعني لا والله خالد بيكون صاحب المركز الأول الصدارة. 41 نقطة 16 زائد 25 41. بالتالي نعم الحال لو استمر على ما هو عليه سيكون زرعوني هو صاحب المركز الأول وعامر صاحب المركز الثاني من ناحية النقاط. نعم عبد الله الحمادي يعني تراجع للمركز الرابع وبشكل غير مفهوم بعد ان كان في المركز الاول. وعبد الله لو استمر في المركز الرابع يعني يصل للنقطه 38 بمجموع نقاطه اليوم، بالتالي راح يكون بعيد عن المركز الاول والثاني، اعتقد راح يكون في المركز الثالث. نعم هاي النتائج حتى الان من خلال المنافسه. وها هو في الصوره مثل ما نشوف خالد الزرعوني لا يزال في الصداره. يعني اعتقد حتى الان تبقت فقط 3 دقائق على نهايه احداث هذه الفئه. 3 دقائق تفصلنا عن نهايه احداث هذه الفئه والتعرف على هويه الابطال والفائزين من خلال المنافسه. دقيقتان فقط تبقت على نهاية أحداث السباق. و يعني النتائج نفس ما هي مع اتساع الفارق أكثر إلى تقريبا يعني أعتقد نعم فارق كبير جدا ما بين صاحب المركز الأول والثاني قد يصل إلى أكثر من 12 ثانية سيتضح ذلك بعد قليل. والله نعم 13 ثانية تفرق ما بين الأول والثاني حتى الآن. والدورة التالية ستشهد رفع العلم الأبيض بالنسبة لصاحب المركز الأول وبنسبة كبيرة يعني خالد الزرعوني استطاع أن يحسم لمصلحته الأمور حتى الآن. يعني كنا منتظرين أيضا أن يكون هناك
يعني منافسة أكبر على المركز الأول في هذه الفئة، ولكن يبدو أن الزرعوني خالد تمكن وبجدارة بالرغم يعني من أن تقريبا هو أقدم الأسماء المشاركة في هذه الفئة، أو عفوا من يعني أكثرهم حداثة في المشاركة، ولكن يمتلك القوة، يمتلك المهارة، الإصرار، العزيمة، الجرأة. ها هو في الصورة مثل ما نشوف خالد زرعوني على دراجة رقم 70 تمكن يعني بشكل كبير من حسم الأمور لمصلحته، وسنشاهد العالم الأبيض بعد قليل، يعني ثواني ونشوف رفع العلم الأبيض ل نعم وايت فلاج gonna be rise for 70 for 70 after a while in a few seconds we'll see the white flag to خالد الزرعوني who improved himself by the way starting from the beginning when he start from the third place and now he's first leading the race till now. هذا هو خط النهاية والدراجة رقم 11 وهو اللغز عبد الله الحمادي اللي تراجع مستواه، يعني أنا أتوقع أنه في عطل عنده في الدراجة، يبدو أنه عنده عطل، ولكن بالرغم من ذلك يريد يكمل السباق عشان يعني يوصل لرصيد نقاط مطلوب أنه يحرزها في هذه الجولة للاستمرار في المنافسة على لقب الموسم هذا الموسم للدراجات المائية. خط النهاية مثل ما نشوف للدورات لكل المشاركين وعلم أبيض، العلم الأبيض يرفع الآن لخالد الزرعوني. خالد بنسبة كبيرة جدا ضمن أنه يعني يفوز بلقب السباق اليوم، خالد الزرعوني وفارق كبير جدا ما بينه وبين صاحب المركز الثاني في المنافسة. إلى الآن زرعوني لا يزال في الصدارة، ويعني هي أقل من دقيقة كي يتوج نفسه بطل لهذه الفئة، أقل من دقيقة تفصل ما بينه وما بين معانقة المركز الأول في السباق اليوم. نتابع ونشاهد. يعني حتى الآن المنافسة المستمرة إلى النهاية رقم 6 وهو سالم اليافعي في المركز الخامس. سالم اليافعي بطل الدراجات ونهاية السباق بفوز خالد الزرعوني. ألف مبروك لخالد المركز الأول في السباق اليوم. حتى الآن بحسبة النقاط فإن خالد الزرعوني هو صاحب المركز الأول والمنصة اليوم، عامر حوير في المركز الثاني وجمال علي الجناحي في المركز الثالث. هذه فئات أو ترتيب هذه المرحلة وننتظر النتيجة النهائية، ولكن قبل أن تصدر فأعتقد بأن الزرعوني هو صاحب اللقب في هذه الفئة اليوم من خلال المنافسة، خاصة بعد وصوله إلى رصيد كبير من النقاط يؤهله للفوز بمجموع المرحلتين الصباحية والمسائية. نتابع وننتظر معكم النتائج النهائية وننتظر الجولة أو السباق أو الفئة التي تلي هذه الفئة وهي فئة سكي ديفيجن جي بي 2. بعد قليل سنكون معكم على موعد لانطلاق الفئة الثالثة اليوم فئة سكي ديفيجن جي بي 2، فانتظرونا.
إذن متابعينا ومشاهدي قناة أبو ظبي على أبو ظبي البحري على اليوتيوب، وإلى من انضم حديثا إلينا نتابع معكم أحداث وتفاصيل الجولة الأولى من بطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي تقام هنا على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي. اجتماع جميل ورائع لأبطال الدراجات المائية، وحضور أكثر من مبهر للمشاركين اليوم بالرغم من الأحداث التي ألمت مؤخرا بالعالم. والآن نحن معكم لإعلان نتائج الجولة الماضية أو السباق الماضي. مثل ما توقعنا، خالد زرعوني المركز الأول، ألف مبروك يا خالد، 41 نقطة. عامر حوير المركز الثاني، 40 نقطة. وعبد الله الحمادي المركز الثالث، 36 نقطة. هذه هي النتائج للمرحلة الماضية والثانية من عمر السباق، ونبقى معكم في انتظار السباق القادم، سكي ديفيجن جي بي 2. سكي ديفيجن جي بي 2 أو واقف جي بي 2 ستنطلق بعد قليل، والانطلاقة سنشهدها في أي وقت من الآن حتى لحظة الانطلاقة. أستعرض معاكم نتائج المرحلة الصباحية لهذه الفئة. سلطان الحمادي في المركز الأول، وعبد الله الحمادي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث عبد الله على الدراجة رقم 91، جميعهم من الإمارات. يوسف المهيري في المركز الرابع. انطلاقة قوية لهذه الفئة الآن، انطلاقة قوية، واليوم الترتيب والتجهيز المحكم للجنة التحكيمية والمنظمة بأن يتم انطلاق الفئات فئة تلو الأخرى بدون أي توقف، بدون أي تأخير. منافسة مستمرة متواصلة للسباق، ونريد أن نعرف هوية صاحب المركز الأول في هذه الفئة الآن. هذا هو صاحب المركز الأول مثل ما نشوف على الدراجة رقم 76، سلطان الحمادي. نعم، سلطان الحمادي في المركز الأول في المنافسة إلى الآن. هذا هو سلطان، هذا هو سلطان، انطلق من المركز الأول وطل في المركز الأول وفي الصدارة حتى الآن. يعني حتى الآن الأمور تسير منطقية في هذه الفئة، بأن يكون صاحب المركز الأول في المرحلة الصباحية هو صاحب المركز الأول الآن، واستمرارية المنافسة. وتقريبا أيضا 15 دقيقة تم تخصيصها من أجل هذه الفئة، ثالث فئات السباق. إذن واصلين معاكم، وهذا هو الصورة. سلطان الحمادي يقدم أداء مبهر حتى الآن من خلال المسابقة. حتى الآن لا يزال الحمادي كما نشاهد في الصورة في المركز الأول من خلال السباق. و يعني بعد قليل سيتم احتساب دورة. نعم، الآن حمادي تم احتساب الدورة له من خلال المنافسة، و 76 في الصدارة، خلفه عبد الله الحمادي في المركز الثاني، ويوسف المهيري استطاع التقدم للمركز الثالث. يوسف المهيري تمكن من التقدم للمركز الثالث عبر المنافسة، وبالتالي منافسة قوية جدا من خلال السباق ما بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الآن. بس أعتقد أن عبد الله أو سلطان حمادي ضمن التقدم بشكل كبير جدا، خاصة أنه يوسع الفارق أكثر ما بينه وما بين منافسي عبر هذه الفئة، فئة سكي ديفيجن جي بي 2. فئة سكي ديفيجن جي بي 2
طبعا كان في المركز الثالث عبد الله الحويطات، ولكن تراجع عبد الله للمركز الرابع الان. انطلق من المركز الثالث ولكن لم يتمكن من الحفاظ على مركزه، وتقدم عليه الى الامام عبد الله المهيري الى المركز الرابع. So now we are watching Ski Division GB2 in the evening Moto, Moto 2. Till now Sultan Al-Hammadi from UAE in first place, Abdullah Al-Hammadi also from UAE in second place, and Yusuf Al-Mahiri from UAE also in third place. If it's continue like this, Sultan Al-Hammadi will be the champion for today in Ski Division GB2. Sultan doing a very great job on water there, and he's leading with very strong way and patient all the race until now. This is Al-Hammadi Sultan. We saw it now is on the back 76. This is Al-Hammadi, yes. This is Sultan finishing his third lap today in this race and continue leading the race. يعني اعتقد ان من خلال هذه الفئة ستكون الفرصة متاحة اكثر للوصول لسرعات اعلى. لماذا؟ لان عدد المشاركين فيها 6، وبالتالي اريحية خلونا نقول محاولة الوصول لسرعات اعلى في مسار يعني يطمئن بعض الشيء المتسابق بانه يحاول الوصول لاعلى السرعات. اعتقد ان صاحب هذه الدراجة يعاني من خلل اللي اشرناه قبل قليل. حتى الآن لا نزال في ثالث فئات هذا اليوم، ومحاولة الوصول للمراكز الأولى لكل مشاركين. هذا هو إلى الآن 76 الحمادي في المركز الأول. كما نشاهد في الصورة ونتابع صاحب الدراجة رقم 91 وهو عبد الله الحويطات في المركز الرابع، ويتمكن الحويطات من استعادة المركز الثالث. نعم، عبد الله الحويطات استطاع التقدم للمركز الثالث، ولكن يعني مثل ما أشاهد سلطان الحمادي في المركز الأول، اللي خلفه هو عبد الله الحمادي، والفارق ما بين الاثنان أكثر من 26 ثانية. أكثر من 26 ثانية تفصل ما بينهم كمدة زمنية، يعني تقريبا نصف مسار السباق. سلطان الحماد يفرق عن بقية المشاركين بمسافة كبيرة جدا عبر المنافسة، يعني تصل إلى أكثر من 26 ثانية بينه وبين صاحب المركز الثاني. حتى الآن نواصل معكم متابعة ومشاهدة أحداث السباق. ونفس ما ذكرت، نعم المساحة الفاضية أو المساحة أمام المتسابق تمكنهم من الوصول لدرجات عالية من السرعة، ولكن في الوقت ذاته مثل ما نشوف الصورة عند الالتفاف الحذر ثم الحذر. أيضا الدراجات مخصصة للتكيف مع كافة أرجاء السباق بشكل يعني متمرن ومتمرس، و مثل هذه المسابقات أيضا ينخرط فيها متسابقين في ساعات طويلة من التدريب والإعداد ومحاولة الوصول للأداء الأفضل واللياقة العليا. كلمة السر في مثل هذه السباقات هي الكفاءة واللياقة العالية. وحتى الآن لا يزال في المركز الأول مثل ما ذكرنا لكم سلطان الحمادي. سلطان الحمادي يقدم أداء رائع اليوم في المرحلتين بأن يبقى في الصدارة وفي المركز الأول وبكل اقتدار.